السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أستيو شانيل ديجيتال. في فيديو جديد ومنتوج جديد ومراجعة جديدة. اليوم كيف ما كتشوفوني كتشاهدوني دابا أنا في السيارة، بغيت نوريكم واحد المنتوج اللي شخصيا كنستعملونه في الطوموبيلات، ولكن ما كندويش على الناس اللي عندهم حديد جديد 2017 والفوق اللي ضاربين 3 سنين. أنا كندوي على الناس اللي عندهم طوموبيلات 2003 4 5 6 اسيدي تاع 14 ماشي 15 بارك علينا. شخصيا انا كنت كيطرح لي هذا المشكل، وكنت كنتصفح صفحات ديال الفيسبوك وانا لقى هذا البرودوي وتقديته بار ليفريزون. هذا المنتوج اللي سميتو ان كيت دو فواتور اكس 6. منتوج كيف ما غتشوفوا قدامي هو هذا اكس 6 ويرليس كار كيت ولا لو كيت دو فواتور اكس 6. هذا المنتوج عباره عن موين دو ليزون ما بين طوموبيله والبورتابل ديالك في الاستماع للموسيقى. الحل ديالو سهل وطريقه الاستعمال ديالو جد سهله. انا هذا المنتوج انا عندي يلا خديته كنستعملو في الطوموبيله ديالي، لانني كنلقى مشكل في لا ليزو حيت ما عنديش ليزوكسيليير وما عنديش البلوتوث لا ليزون ما بين البورتابل، لان عندي طوموبيل قديمه والطوموبيل موديل 2007، دونك ما يمكنش لي ان نستعمل الهاتف النقال ديالي. انا خديت هذا المنتوج كما غادي تشوف، ها هو هذا العجب ساهل ومعه اوبلا ما انت لي كوموند كتقدر تحكم فيه ملي كتكون سايق السياره او في الطريق كما بغيتي. انت كتشوفوا الطريقه ديال الاستعمال ديالو سهله، كتجي نخدمو بعدا هانسا كتبو الراديو. اول حاجه خاصك تكونيكتيه بعدا، كيفاش كدير تتكونيكتيه؟ كيف ما غادي تشوفوا قدامي كاين هاد لاليوم سيجار، ها هو هاد لاليوم سيجار. هاد لاليوم سيجار اش كدير ليها؟ كتحيدها. كما كتعرفوا عندنا هاد لاليوم سيجار كتستغل باش نشعلوا الكارو ياك، حنا ما عندنا ما نديروا بها. اش كدير؟ كتشد هاد لو كيت دو فواتور هذا كما كتشوفوا كتبرونشيه. هو متعدد الاستعمالات او الاتجاهات كما بغيتي تستعملوا. كيف ما كتشاهدوا انا شعلت الراديو ياك، دابا هاد الفريكونس اللي كيبان لنا اللي هو 108.0 اش خاصك ديرو؟ خاصنا نديرو فلوتو راديو. اي سياره، انا كنعطيكم مثال السياره ديالي، لكن خاصني نقلب على 108.0 بحكم ان ما عنديش لافيشور ما غاديش نقدر تشد ليا، ما شديتها غير بزز. انا اوريجستريتها في النيميرو 0 النيميرو 0. دابا لا ليزون ما بين الكيت راديو والاوتو راديو خدامه، يعني علاش هنا عندي دابا 108.0 وهنا 108.0. باش ناكد لكم هاد القضيه كما كتشوفوا ها كتشاهدوا هاد التليفون غادي نقلب على مع بحكم الكيت راديو راه كيخدم بالبلوتوث، غنأكتيفي البلوتوث كيف ما كتشاهدوا امامي. بلاتي بقاو معايا كيدير روشارج ديال لاباراي، ها هو طلع لو نون ديالو بي تي كار كيت باللغه الانجليزيه. اش غندير؟ غنأسوسييه معاها، سمعتو؟ كونيكت، يعني لاباراي ديالي اللي كونيكتي مع لو كيت راديو. دابا اي حاجه خدمتها في التليفون غادي تسمع في الراديو. بار اكزومبل مع عزيز اللي من عشاق ديال الموسيقى، انا غندير لكم مغني تصنتو ليه باش تاكدوا من لا هاد لو كيت من
تما كتشوف الاغنيه ديال الحر هاي خدمتها في اليوتيوب ابوز هاي خدم بين الاغاني الجميله بالنسبه ليا باش الحقوق دابا انت خدام بالتليفون ديالك وميم طو كتموسق كتسمع الموسيقى اللي كتحب عن طريق اكسيس كيت راديو بور فواتور. الجميل في الامر بالنسبه لهاد لو كيت راديو هو انه فيه واحد لوكسيليار يعني مدخل الصوت يعني تقدر تبرونشي بالتليفون بالكابل ديال لوكسيليار وكتبرونشي معاه ما عندكش تقدر تستعمل كلي يو اس بي وتخدم فيها الموسيقى وديرها هنا نيشان باش تخدم الموسيقى اللي عندك واحسن طريقه هي هذه باش التليفون ديالك ما يدي شارجات. زيد على ذلك الميزه الاخيره هو انه الا كان كونيكتي هذا في لاليوم سيجار اللي هو هذا كما كتشوفوا يوم فوا كيكون كما كتشوفوا امتى كيكون يوم فوا كيكون اليومي تقدر تكونيكتي مع التليفون يوم فوا يصوني لك التليفون تقدر تجاوب فيه كتجاوب فيه. لا يسعني الا ان يقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في فيديو قادم ان شاء الله ومنتوج جديد. تهلاو في راسكم.